خطة سلام؟ ربما لم تطرأ هذه الكلمة على مسمع من يتابع الحرب الروسية الأوكرانية منذ اندلاع الأزمة، لكن الأمر بدا كحقيقة ظهرت إلى العلن وقد تتحول إلى واقع في أي لحظة. روسيا تقول إنها تدرس خطة سلام اقترحتها إيطاليا بشأن إنهاء الأزمة الأوكرانية. نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو قال إن بلاده تلقت الاقتراح منذ وقت قصير، وإن موسكو عاكفة على دراسته وستعطي رأيها فيه بمجرد الانتهاء منه، مشددا على أن الخطة ليست محل نقاش بين روسيا وإيطاليا في الوقت الراهن. وكانت إيطاليا قد أعلنت أنها اقترحت على الأمم المتحدة تشكيل مجموعة تيسير دولية تسعى هذه المجموعة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار خطوة بخطوة، بالتوازي مع إعادة بناء الحوار بين موسكو وكييف. تفاصيل الخطة بشكل دقيق لم تعلن بعد، لكن صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية قالت إنها تشمل أربع نقاط: أولا، وقف لإطلاق النار ونزع للأسلحة بإشراف أممي. ثانيا، بدء مفاوضات بين الجانبين. ثالثا، إجراء اتفاقية بين موسكو وكييف بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس على أن تتمتع الأراضي المتنازع عليها بحكم ذاتي كامل مع الحق في ضمان أمنها، ولكنها ستكون تحت السيادة الأوكرانية. رابعا، إبرام اتفاقية سلام وأمن في أوروبا متعددة الأطراف، هدفها الرئيسي نزع السلاح ومراقبة الأسلحة ومنع نشوب نزاعات. وفي غضون ذلك أعلنت أوكرانيا رفضها لأي اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار يتضمن تنازل كييف عن أي أراضي لموسكو أو يسمح ببقاء قواتها داخل أوكرانيا. وأرجع مستشار الرئيس الأوكراني رفض كييف للأمر إلى أن روسيا سترد بقوة أكبر بعد توقف القتال، رافضا أي عروض للسلام مقابل التنازل عن الأرض.